الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم في الحصة الماضية أننا سنشرع إن شاء الله تعالى في حفظ كل حصة نصف حزب مع استخراج الأحكام الموجودة فيه نظريا وتطبيقيا. كل مرة إن شاء الله راح نأخذ حكم أو حكمين أو ثلاث، ليس كثير لأنه أنتم غالبكم مبتدئ. وأيضا كان من المبرمج أن نقرأ تفسير هذه الآيات. سنقرأ إن شاء الله من كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد بن علي الصاروني حفظه الله ورعاه. هكذا الطريقة راح تكون بالتلقي، أنا نقرأ الآية ثم أنتم ترددونها خلفي، أقرأ الآية ثم أنتم ترددونها خلفي، وهكذا حتى نأتي على الصفحة، نأتي على صفحة هكذا. ثم حينما ننتهي من الصفحة نستخرج الأحكام الموجودة في كل آية من الآية، أو طريقة أخرى كل ما نقرأ آية نستخرج بعض الأحكام الموجودة فيها. على طريقتين، إما أن نحتنكب من الصفحة ونستخرج الأحكام، وهذه أظنها أحسن وأمثل. ومن بعد حينما نختم قراءة هذا النصف، وأرى أنكم قد تمكنتم من قراءته قراءة حسنة يسهل بعدها الحفظ، نشرع في قراءة تفسير هذه الآية حتى الطالب يجمع بين قراءة القرآن قراءة سليمة وحفظه وتفسيره. أقل شيء تكون عندك نظرة حول هذه الآية وفي أي موضوع تصب. واضح يا جماعة؟ ندعو على بركة الله، نتوكل على الله. نبدأ في سورة الفاتحة. المهم الأسبوع القادم كل طالب يكون عنده مصحف خاص به، هذا المصحف راح يرافق طيلة هذه القراءة، طيلة أيام الدراسة. مصحف وقلم الرصاص يدون فيه بعض الأحكام، واضح؟ وكراسة بجنبه أيضا تدون فيه بعض الأحكام النظرية. نبدأ بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أول سورة في المصحف الشريف ولها عدة أسماء. معليش الآن خلص بارك الله ما شاء الله، هذه تكرم وهدية من الأستاذ نور الدين جزاه الله خير صاحب هذا المركز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، آمين يا رب العالمين. المهم قلنا نبدأ بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تسمى فاتحة القرآن ولها أكثر من اسم، منهم من أوصلها إلى أكثر من 50 اسما، تسمى بالفاتحة والسبع المثاني، تسمى بالكافية والشافية والواقية، تسمى يعني بأسماء أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رقي بها من قبل سيدنا جبريل عليه السلام. وسورة الفاتحة يقولون عنها، يقولون أن القرآن الكريم سره في الفاتحة، وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الإمام ابن القيم الجوزية ألف كتابا سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فيه ثلاث مجلدات، هذا في شرح آية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك القرآن هذا معجز بلفظه ومعجز بمعناه. في كل مرة يأتي مفسر من المفسرين وعالم من العلماء يطور معاني القرآن الكريم ويستخرج لنا بعض ضرره ومكنوناته وكنوزه التي لم يستخرجها من سبقه ومن يعني كان قبله. القرآن هذا لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي معانيه، وهذا دليل وإشارة الإعجاز فيه. إذن نبدأ بسورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ما تضغطش على حرف الميم، مش مالك، ما بالتخفيف. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ركز جيدا، سمعت بعضكم يشدد حرف الميم فيضغط عليه، ما وليس ما. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. تخطأ في كل شيء إلا الفاتحة. الفاتحة لا تكون الصلاة إلا به، فهي واجبة فرض في الصلاة. منهم من قال في كل الركعات، ومنهم من قال في جل الركعات، ومنهم من قال في بعض الركعات، على خلاف بين الفقهاء، لكن تبقى في الأخير هي فرض في الصلاة. سورة الفاتحة فرض في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة. ولذلك شيخنا الشيخ أحمد حماني صاحب الفتاوى من جيجل رحمه الله تعالى، كان لا يصلي خلف إمام لا يتقن حرف الضاد في قوله جل جلاله: ولا الضالين. كان يرى ببطلان الصلاة خلفه، وهذه فتوى للمالكية العراقيين، وهي فتوى لها دليلها ولها يعني. فلاحظتم خطورة الأمر، مش أمر سهل يعني تخطئ في الفاتحة، مش أمر سهل. إذن مالكي وليس مالكي. لما تقول مالكي أضفت حرف آخر وهو حرف الميم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. شدد الياء تاع إياك مليح. إياك نعبد وإياك نس السين حرف رخ، نس يجري في الصوت، نستعين. عدوا إياك نعبد وإياك نستعين. جميل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ركزوا مع المد. أولا غا وليس غا، ما تقولش غيري غيري. غاء خطأ. من صفات الغير الاستعلاء التفخيم. غاء غيري. غير المغضوب عليهم ولا شو الله والله الله مكاش هنا مرققة، اللام تغلظ في بعض المواضع سنذكرها في حينها، فما خلطتكمش حتى لا يختلط عليكم الأمر. إذا سبقت بحرف الضاء والطاء والصاد هنا تغلظ لها بشروط، أما هنا تبقى على أصلها، تبقى اللام على أصلها وهو الترقيق. وأكثركم غلظها
لأنه اشتغل بتفخيم الحرف الذي يليها، ولا الضاء، الضاد مفخم، ففخم اللام بالمجاورة، فخم اللام بالمجاورة. لذلك أصعب شيء في الأحكام هو التفكيك. لما تحسن التفكيك بين الحروف خلاص، الآن أقول لك هنيئا لك. ولا الضالين، أعيد هذه، ولا الضالين. جيد، بارك الله فيكم. الآن نحاول استخراج الأحكام الموجودة، غالب الأحكام الموجودة في سورة الفاتحة، بدءا بالاستعاذة. أعوذ، لاحظوا معي، أعوذ وليس أعوذ، أعوذ. الهمزة مرققة، الهمزة مخرجها منين؟ أقصى ولا أدنى؟ أقصى الحلق، أقصى الحلق. همز الفهاء، نعم، هذا يخرج من أقصى الحلق، أدنى، أدنى الحلق وليس أقصى، أقصى هنا. نعم، نعم، أقصى هنا، هذا أدنى الحلق. آ، وإذا ما أردت معرفة مخرج حرف من الحروف أضف له الهمزة والسكن، يقول أ أ، تعرف من يخرج في باب المخارج والصفات، ترانا نذكرها إن شاء الله. أ أعوذ، أعوذ ليس أ، أعوذ. احنا جارت ألسنتنا على نطق الهمزة هكذا مفخمة، لأن العرب اختلطوا بالعجم ولذلك أذهبوا صفات حروفهم، أذهبوا صفات حروفهم. أعوذ بالله من الشيطان، هذه ثانية، نذكركم الأخطاء التي يسقط فيها غالب المبتدئين. الشيطان، مش الشي، الشي، علاه فخمها هو القائل هنا؟ اشتغالي بتفخيم الطاء. الشي طا طا، يقول الشي طا، الشي طا، وهذا خطأ صحيح. الشيطان، الشيطان، عليه لعنة الله. الشيطان الرجيم، أر أر، وليس أر، تكرر مرة واحدة فقط، أر الرجيم، مش أر، عودوها، عودوا نطقوها، أر الرجيم، الرجيم، مش جي، الرجي، جي، الرجيم، الرجيم، حرف الجيم حرف معطش. إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، نفس الشيء، الرحيم، كسر مليح، كسر جيدا، لأنه غالب المبتدئين يستصحب الغنة في المد فيقول الرحيم، الرحيم، حيم، هنا استصحب الغنة، يجب أن تخلص الغنة من المد فتقول الرحيم، الرحيم، اكسر جيدا. ثاني حاجة، خلص المد من الغنة. ايه صح، الحمد لله رب العالمين، العالمين، هذا المد يقال العالمين، يقال له مد عارض للسكون، مد عارض للسكون، وهذا المد العارض للسكون لنا فيه ثلاثة أحكام. مد العارض للسكون، على اسمه عارض للسكون، هو مد ألف ولا ياء ولا واو، المدود الطبيعية ألف واو ياء، ركز معي جيدا، ألف واو ياء. أنا نذكر هذه الأحكام اللي حكمتها، حكمتها ما حكمتهاش، يجي الوقت إن شاء الله وتحكم. ألف واو ياء، مدود الطبيعية، هذه المدود الطبيعية إذا كان جاء بعدها حرف متحرك، حرف متحرك، ولكن سكن ذلك الحرف بسبب الوقف، العالمين مفتوحة، العالمين الرحمة، كان حتى إشكال إذا وصلناها بما بعدها، لكن إذا وقفنا عليها، توقفنا على العالمين، هنا يولي سكون مش أصلي، سكون عارض، وهذا يصدر ينتج لنا أحكاما. الحكم الأول هو أننا نمد تلك الياء، لاحظوا في الآية حركتين فقط تبقى على أصلها، العالمين، ونحرص. الحكم الثاني أننا نمد تلك الياء مدا متوسطا، أربع حركات،
زيدوا لها شويه الرح العالمين رب حركات حركات تعرف بقبض الاصبع او مده هكذا العالمين ولنا حكم ثالث وهو الاشباع او الطول اشباع او الطول والطول والاشباع نفسه لنا فيه ست حركات العالمين فأنت مخير أيها القارئ في كونك تقرأ هذا المد العارض للسكون حركتين أو أربعة أو ستة بشرط شرط بارك الله فيك كما تبدأ تكمل إذا بديت بحركتين المد العارض الذي يأتي من بعد بالكلمات الأخرى موالية تقرأها كاع حركتين إذا بديت بأربعة تقرأ بأربعة وهكذا إذا بدأت بستة فتكمل بستة شكون اللي ما فهمش الآن واضح؟ معلم واضح الرحمن الرحيم نفس الشيء حركتين أربع ستة إلا أنه هنا يزاد حكم واحد فقط وهو حكم الروم حكم الروم نشرحكم ولا تخلوا المرة أخرى دخلوا المرة أخرى خطر الشيء جبت لكم كل الأحكام الآن الحكم الذي نحن بصدده ينسينا في الحكم الماضي المهم أنا أقولها لك لنا فيه في الرحيم أربعة أحكام العالمي لنا فيها ثلاثة أحكام ثلاثة سكون عندنا نمده حركتين أو أربعة أو ستة الرحيم عندنا فيه زوج أربعة ستة بزيادة الروم هذا الروم يكون مع الكسر فقط الروم شو علامة استفهام اتركه الحصص القادمة إن شاء الله تعالى ومن اليوم تعلمت العارض للسكون هذا الحكم شده في رسالة كل ما تلقوا مد ألف واو ياء جاء بعدها حرف متحرك وذاك الحرف توقفنا عليه فصار ساكنا مش مرسوم وإنما صار حكما ساكنا في هذه الحالة عندنا في ثلاث أحكام إذا ثلاث أحكام إذا كان مفتوحا ذاك الحرف أما إذا كان مكسورا أو مضموما تغير الحالة إذا كان مكسور يزيد الروم ثلاث إسكان مع زيادة الروم وإذا كان مضموم يزيد فيه الإشمام والإشمام هذا يتبع القصر يتبع حركتين ويتبع أربعة ويتبع ستة فيكون لنا الإشمام في الحركات في القصر والتوسط والطول أما الروم فلا يتبع إلا القصر قلنا الروم يتبع القصر فقط نعم مالك يوم الدين هذه الدين الآن أنتم استخرجوا الأحكام اللي فيها نادر الدين هذا المد كيف يقال لك مد عرض للسكون وكم فيه من حكم شوف لاحظ جيدا الديني ما جاتش من الصبع كون جات الدينة قولي ثلاث أربعة ثلاث إسكان زائد واحد روم والروم يكون مع الكسر فقط بارك الله فيك هذه طريقة تحفظ إن شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين منير نستعين شحال فيها من حكم وإلى أحيل الإجابة إلى من خلفك نستعين دائما نبدأ بالإسكان قولي فيها ثلاث الإسكان بينها ثلاث الإسكان قولي هو مد عارض للسكون بارك الله فيك فيه كم من حكم ثلاثة الإسكان زوج ربع ستة قصر توسط طول يزاد إذا كان مفتوحة إذا كانت فتحة هذا ثلاثة فقط إذا كانت ضمة فيها الإشمام معها الدع إذا كانت مكسورة الروم قصر ويزاد في الضم أيضا الروم الروم يكون مع الكسر ويكون مع الضم إذا نستعين كم فيها من حكم فيها ثلاثة الإسكان وثلاثة الإشمام شعار وواحد اسمها سبعة أحكام في نستعين فيها سبعة أحكام نقرأكم أنا نقرأكم بالإسكان ونقرأكم بالإشمام ونقرأكم مرة الإسكان نستعين حركتين نستعين
أربعة، نستعيد ست. الآن نضيف لها الإشمام، الإشمام نستعيد. الإشمام هو ضم الشفتين، ضم الشفتين. نستعيد كي تجي تخلص ضم شفتيك فقط، ونزيد لها الروم واحدة مع القصر. نستعيد هكذا تضعف الحركة، تضعيف الحركة. نستعيد فقط، يعني راح تضعف الحركة. إذن لنا سبعة أحكام في نستعيد. اهدنا الصراط المستقيم. هنا المستقيم كما العالمين السنوردين، أستاذ نوردين، المستقيم هذا مد عرس، كم حكم فيه؟ في ثلاثة أحكام، يعني ثلاثة إسكان، اختصار ثلاثة إسكان. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه أنعمت تلاحظوا فيها النون الساكنة، هذه خلوا المرة الجاية سنقرأها أحكام النون الساكنة، هي إظهار، هنا إظهار، المهم عندنا نبينوها بصح المرة الجاية سنقرأ. أنعمت، الميم هنا أيضا إظهارها عند التاء، وهي أيضا حرف بيني. عليهم غير، قلنا الغين من حروف الاستعلاء، حرف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولك خصا ضاء قاف، الخاء الصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، سبع علام ما تكرش ما تمنش كيما راك تعرف التليفونات و نفس الشيء تولي تعرف هذه ان شاء الله باذن الله. من اتقن شيئا فله امكانية اتقان كل شيء ان شاء الله. هذا هو المهم، الإرادة والحزم والعزم والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تجي النتيجة إن شاء الله. نعم. غيري، الغين حرف من حروف الاستعلاء، حرف من حروف التفخيم، هذا هو. لذلك لاحظتكم في البداية اللي ما عندوش لم يسبق له أحكام نطقها كما ينطق كل الحروف، يعني في تحدثي مع الآخرين. غيري خطأ، صحيح غيري مفخمة. المغضوب لأن يعني هذا حرف يخرج يجري فيه الصوت. المغضوب والضاد مش الراء أم. غير المغضوب عليهم، ولا البعض فخمها يقولها الله هذا أفصح، وهذا خطأ، هي مرققة ليس لها سبب للتفخيم هنا. ولا وليس ولا، ولا الضاد فيها ايضا الاستطاله، بعد نخصص ان شاء الله حصه لتعلم حرف الضاد، وتسمى لغه الضاد. يقال انه هو حديث وافصح من نطق بحرف الضاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أصعب حرف في القرآن الكريم، قلت في القرآن عفوا في اللغة العربية حرف الضاد. في بعض الجهات كالمغاربة ينطقونها يعني هكذا سليقة، ينطقونها صحيحة، وبعض الجهات قد تغيرت حرف الضاد إلى ضاء. مصر نعم ما شاء الله، مصر معروف. ولا الضالين، أهل الضالين فيها مد لازم، مد لازم. المد اللازم عندنا المد الطبيعي إذا جاء بعده سكون أو شدة، سكون ولا شدة نسموه مد لازم. ألف مثلا جاء بعدها سكون، هذه الألف هي الأصل أن نمدها بحركتين فقط، لكن ذاك السكون خلانا نمدها بست حركات، نسموه مد لازم، يعني لازم تبدها بست حركات. وإذا جاء بعدها شدة هو نفسه سكون زائد حرف آخر، لأنه يعني الحرف المشدد هما حرفان أدغما في بعضهما البعض، حرف ساكن أدغما في المتحرك.
لكن الأول السكون يقال له مد لازم مخفف، والشدة يقال له مد لازم مثقل. كل هذه الأشياء سنعرفها لاحقا، مانيش حاب نركز معها بزاف حتى لا يختلط عليكم الأمر، وإن من التطويل قد كلت الإمام حتى صار التقصير فيه ملتزم. هذا عن صورة الفاتحة باختصار، وهي أيضا فيها مد عارض للسكون ثلاث إسكان فقط، وليس فيها إشماما ولا روما. من يقرأ لنا الفاتحة الآن؟ نبدأ بالقارئ الجديد. احنا عندنا كيقولوا مخطط نمشوا عليه. تفضل. قرأنا الترتيب، ترتيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. افتتحنا ما شاء الله. بارك الله فيك. استاذ نوردين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رقق فقط الشين. الشيء لا نعرف غير كلمة. الشيطان الرجيم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. الميم حذاري وتجديدين. الميم مخففه. ما عاد مالك. ما شاء الله. مالكي يوم الدين. عاد مالكي. مالكي يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن، بارك الله فيك. عندك غير بعض الحروف يعني كنت تخففها مثل الهمزات. صراط الذين أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم. نقول صراط الذين أنعمت وكأنك تسهله. هذه الملاحظة الأولى. أيضا مثل الحاء. الرحيم. حي ليس كالأعاجم. كأنه نطقها هاء. الرحيم بين الحاء. جيدا. هذا بعض الآخر سيأتي لا يحلق إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي. يلا نذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بس نادر. عندنا غيف المدود العارضة للسكون كنت تستصحب الغنة، قلنا حذاري من استصحاب الغنة، لا بد أن تجرد المد عن الغنة، لا بد أن تجرد عن الغنة. فتقول الدين مثلا، الدين ماشي الدين، تروح معه الدين، نستعين. إياك أن تساق مع النغم وتنسى الحكم. هذا هو. أيضا عندك بعض الحروف يعني ضعيفة، سأريقلوها إن شاء الله مع مرور الوقت. يلا منير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تركت على السكين ووقفتك شكل لا بأس. كان في المسابقات كاين اللي توقفوا كل لاباس ليه، أيوه تعرف اللي، وكاين اللي ما توقفوش كاع كيكمل يقول له روح عاود. نفس الملاحظة، بعض الحروف اللي عندك يعني خفيفة، وزيتا الغنى، الغنى راك ما شاء الله، راك الله يبارك في كل حرف يجيب الغنى، ماشي غير في المدود، صفات صفات ما شاء الله. المهم يعني هذه أول حصة، استمر معنا إن شاء الله وستستفد. خونا بعلم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم غير ذيك الراء، وقف عن أنطق منيح. الرجيم. الرجيم. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إخبار يقولوا اهدنا. اهدنا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا نبين بين. ولا الضالين. ولا 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 لأنه هي ولا أصلها ولا، لكن جاء بعدها السكون، والحرف المد إذا جاء بعد الحرف الساكن، إذا جاء بعده سكون إذا كان ساكن قصير، وإذا كان لينا مد طبيعيا مثلا حذف، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا كما هذا ألف واو ياء فحذفه أحق، إن ساكنان التقيا هذه قاعدة، فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. ولا الضالين. بارك الله فيك، اللام مشددة. ولا الضالين. هنا عندنا النظر من العلماء من قال بالإتيان. شكرا أخوي أبو علي. يلا سمولو تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا إياك نعبد. اهدنا الصراط. بين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا قلقلت النون. أنعمت حرف بيني وفيها إظهار، يعني تظهر النون لأنه جاء بعدها حرف من حروف الإظهار. أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم بارك الله فيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا. هذا تعلم نفس الملاحظات الغنن وبعض الصفات إن شاء الله لازم تنتبهوا جيدا. المهم هذه أول حصة يقولوا الأولى ما ديش هذه أجي معنا إن شاء الله حصص و... هذا هو إن الجبال من الحصى. إن الجبال من الحصى مجموعة حصيات كونت لنا جبل. هذا الكسائي هضرنا عليه المرة اللي فاتت. كان يقرأ خمس مسائل، خمس مسائل في اليوم، وكذلك كان يقرأ مسألة، كذلك كان يقرأ آية في اليوم. النبي قرينا شعر من آية سبع آيات قرينا صوت الفتح، ويقرأ آية لكنها مصر. ها أخ كريم محمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فخمها، الراء فخمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم جي، كان فرق بين الرجيم أجي وجي. الرجيم شي الرجيم. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أكم دلو أقرب تلو أعجب. تزيد واحد عشر سنوات تلو قاع أعجب. ما الفرق بيننا وبين الأعجب؟ لا. نفس الحروف التي يخطئون فيها نخطأ فيها. الراء الحاء حروف بينها. ماذا تدارك الأمر قبل فواته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك لا إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. هي سكنت في الشرق؟ لا. مسكنش. سبحان الله وأنت تنطق بنطقه. هم الشرق الجزائري عليهم ينطقون عليهم صح؟ نعم أنا أعرف ذلك. عليهم بين أنعمت عليهم. هي أنعمت عليهم. إيه وصف غيري. غير المغضوب عليهم ولا هي بينا عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد ست حركات، مد لازم يمد بست حركات. بارك الله فيك. شكرا اخ محمد. تفضل اخ المعتز بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب ماهوش المغضوب ما نقلقلهاش لا تقلق الغين. المغضوب هكذا بارك الله فيك. يعني كان عندك كان الغنم المهم بعض الصفات كإخوانك سنصححها إن شاء الله في قابل الله. بارك الله فيكم جميعا. زيدوا ولا بزاف عليكم اليوم؟ يكفينا نستنى وقت ولا نزيد؟ شيء حبيت نخلي الفاتحة وحدها زيدوا يتمكنوا منها أحسن لأن يعني الفاتحة زيدوا راجعوها راه كاين الحصة اليوم في اليوتيوب هكذا إن شاء الله تعالى تمكنوا منها مليح. الأسبوع القادم نعاودوا نخصصوا لها وقت نصف ساعة نعاودوا نقراوها مليح مليح ثم ننطلق في بداية سورة البقرة إن شاء الله تعالى. أعيد قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بارك الله فيكم جميعا. شكرا على الحضور على الإنصات على المتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله إلى حصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم آمين يا رب. كلمة الإخوان رقم